بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان لا لتر بي. إذن إن شاء الله سوف نتعلم في هذا الدرس كيفية كتابة شكل لا لتر بي، لها أربعة أشكال. إذن تابعوا معي. لتر بي، بي ماجيسكيل، بي ماجيسكيل، بي مينيسكيل، بي مينيسكيل، بي مينيسكيل، بي ماجيسكيل، بي ماجيسكيل، بي مينيسكيل، بي ماجيسكيل، بي مينيسكيل، بي ماجيسكيل، بي مينيسكيل. هذان الشكلين يستعملان في الطباعة، يعني في الكتب، وهذين الشكلين غالبا ما يستعملان في الكتابة بالقلم. بي 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 ب ب وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.